होते हैं الاسئله زي ما بعض قررت كده مريم انيما ونقعد نجمع كم انيما وكم بتاع بيقولوا لا ده سؤال اسمه سؤال الاشعه راديولوجي وبالتالي ليه بيبر ويلكم دوروا على اي بيبر وعايزين اطلب لكم اي بيبر اطلبها لكم عايزين نبص عليها سوا نبص انا ما قلت لكم انا ما بزهق فبس وصلوا لحاجه وقولوا لي يعني لكن انا بكونتينيو ان اتليست شغلي النهارده لو جالي سؤال حتى على مستوى الاولاد من النيورو او الكارديو اي ثينك سو الاجابه موجوده وبتكتب بشكل ستريت فورد اسئلتكم الغريبه لا ليها انسرز بس في بيبرز انديكيشنز اوف سباينال انستيزيا احدى الزميلات شاكرات يعني قالت لي والله كانت موجوده فعلا حاجه كبيره كده فبالتالي انا مش عايز انا اكون بهرتل لا انا عايز شغل حضراتكم معانا يكون اللي ملتزم بورق بره يبقى يجيب الورق اقراه له اصوره له اطبعه له انا ما عنديش مشكله ماشي يا اولاد ما ايه لو ما نزلوش دلوقتي كان اكيد نزل السنه اللي فاتت في الاخر طب فين هو برضو طيب لكن عموما مش هتبقى العقده حتى ايفن لو نزل وانا مش موجود يعني ايفن لو انا مختفي هتقروا وتفلوا بس فتحنا الدنيا بص يا اولادنا كاردياك ارست طبعا موضوع كارثي واحدى الاسئله مثلا اللي جت عند الولاد ادي مثلا ده الولاد مثلا بصوا ايه الفيرست ايد اوف كارديو بالمونري ريسوسيتيشن 2004 2001 ايه الستيبس اوف كارديو بالمونري ريسوسيتيشن كارديو بالمونري ريسوسيتيشن 2006 اذا كارديو بالمونري ريسوسيتيشن هاو تو ريسوسيتيت عارفين الموضوع ده ازاي تعالوا نشوف يا الله نبدا كاردياك اريست هنبدا بسؤال يقول لك هو اسئله غريبه شويه يعني ان شاء الله لما تبقوا كده ناس معروفين ومشهورين في المجتمع ودكاتره كده معروفين ويجيبوا كده الدكتور عبد الرحمن كده حاط رجل على رجل الراجل ويقولوا له دكتور عبد الرحمن احنا عندنا سؤال السؤال بيقول هو ان ال 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 الشخص لما بيموت السي ان اس بيشتغل كام دقيقه ويت بس ويت ولو القلب مات الاول الريسبيريشن بيتوقف بعده بقد ايه ولو الريسبيريشن هو اللي توقف الاول القلب بيقف بعده بقد ايه ده سؤال بنقوله لحضرتك ده من فلانه الفلانيه بس رفضت تقول اسمها طب اسمع كده قال لك الحقيقه ان السي ان اس بيشتغل من 3 ل 5 دقائق ياه طبعا بعض الناس بتستفيد بالمعلومات دي تقول لك يعني العام بيسمع او الميت بيسمع ما نقدرش نكذب لكن لو احنا قلنا ان في سنترز لسه بتشتغل عنده بكفاءه من 3 ل 5 دقائق اذا السنترز دي شغاله وبتقوم بوظيفتها يعني بيسمع يا عم مش عرفني الاجابه انا قلت قبل كده الله بس السي ان اس شغال اسمع دي القلب لو وقف ريسبيريشن بيقف بعده بدقيقه والريسبيريشن لو وقف القلب بيقف بعده بسيفرال مينتس وهنا يقول لحضرتك ايه القيمه العلميه من الارقام التافهه دي لا 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 organ transplantation ايه اللي ده timing for resuscitation تخيل يعني resuscitation لو ما تمش من 3 ل 5 دقائق او دقائق او دقيقه حسب مين اللي توقف انت كده وقت resuscitation خلص رغم ان وقت ضيق جدا لان هو ده التايمنج بتاعه فكانت البدايه دي طب السؤال ايه اللي يوقف القلب ايه اللي يوقف الريسبيريشن ايه اللي يوقف الاثنين ايه اللي يعمل كاردياك اريست ايه اللي يوقف قلب يا بنات في ايه ورا بس انتوا الحته دي فيها حاجه كده والله انا بفكر يعني اقعد هناك شويه كده والميه كده في اولاد الله في زغزغ هناك ركزي يا بنت عاملين لون جثه وبتسمع وانتوا كل ما بندخل دمويه وهما ها ايه ده طيب ايه اللي يعمل كاردياك اريست قال لك هايبوكسيا واعتقد هايبوكسيا بتاكد لنا ان ممكن جدا نسمع الناس توفت لان حال جالهم هايبوكسيا في اوضه عشان كانوا نايمين على كيروسين مثلا مش بنسمع ناس ماتوا بهايبوكسيا بسبب حريقه ولا بتاع يا راجل ده اكتر واحد متفائل في البلد الله يرحمه مات محروق الله يرحمه
صح ولا انا بتكلم غلط؟ اسمه ايه ده؟ ابراهيم الفي. ابراهيم الفي ايوه. ليه كلمات جميله ويعني الله يرحمه مات محروق. فاذا الهايبوكسيا والتفاؤل ادي يعني اخرته. طيب الهايبوثيرميا يعني ايه هايبوثيرميا؟ قال لك البروده الشديده. هو ممكن واحد بروده توقف له قلبه طبعا. ايه اللي موت الشخص ده؟ البروده السقوعيه. الاخوه اللي بتبقى في الامتحانات وبتحب تفتح التلاجة تقف قدامها بس ده غلط. البروده يا جماعه الهايبوثيرميا. طيب ايه كمان ممكن يموت عيان؟ الهايبوكاليميا يعمل كارديك اريست. الاسيدوزس. الادرينالين. على الادرينالين ده. الادرينالين والاتروبين الامبولتين شبه بعض. من قوانين دولاب العمليات ان الاتروبين فوق والادرينالين تحت. اصل الدكتور طلع 2 اتروبين 3 اتروبين عشان بيديهم للعيان عشان السكريشن اتزنى في واحده ادرينالين مره فخد الادرينالين بس الحمد لله اولاد فضل الله ما استخدمهاش. طب الحمد لله الممرضه ربنا يحرقها قامت حطاها مع الاتروبين عشان يجي الدكتور اللي بعدها يدي ادرينالين. تخيل بتدي عيان ادرينالين. ادرينالين ادرينالين ده اللي لو عالي بس يعمل لك هارت فيليا. انسو كاردياك اريست مايكارديال ديزيز انفاركشن ام اي حاجات اللي بنشوفها. طيب هل ممكن الريسبيريشن يقف الاول؟ ممكن. طب ايه اللي وقف الريسبيريشن الاول؟ قال لك ابر اير واي اوبستراكشن. زي ايه؟ وهو بياكل. في ناس وهي بتاكل ممكن تلاقي وعندنا جار في القصر العيني. جار كده جزء كده من انسان كده وهنا في بذر بطيخ وبتاع. ممكن وعيان بياكل يا جماعه حته لحمه تقف له هنا ولا بتاع. في ناس مثلا تعزم تبقى عازمها مثلا في بيتك وبتاع قلت ايه؟ اما تعزم حد لازم ياكل عشان يطعم الفم تستحي العين. فهو بياكل مثلا بتعمل له مثلا اكل مصري كده ملوخيه وبطاطس باللحمه ورز وبتاع يعني الحاجات دي يعني. لا معظمها على خلايجه بيجوا لنا او حاجات كده يعني بيبقوا ضيوفنا فبنقدم اكلنا المصري. فاحيانا الولاد بياكل يعني هي بطاطس ما بطاطس باللحمه انت فاهم ولا لا؟ فتلاقي الواد لحمه 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 وانت بتبص له كده فتبدا بشياكه كده تقول له على فكره في بطاطس. طبعا تكون النتيجه ان ياكل حته اللحمه تقوم واقفه له هنا انت فاهم ولا لا؟ تسيبه يتزل كده يسيبه يتزل وتزرق اهو ده يموت. ريسبيراتوري فيليا. ريسبيراتوري فيليا قال لك الكوراري ادويه المخدرات. قال لك سي ان اس ديبريشن ناركوتكس برضه مخدرات. كتير من الاوساط الفنيه بدون ذكر اسامي ماتوا بجرعات مخدرات زايده. اذا ده يوقف ريسبيريشن. طب ازاي نوقف الاثنين؟ يحضرني جدا اكيوت بالمونري امبوليزم. لا 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 مش دي. اكيوت بالمونري ايديما. ده الاكيوت بالمونري ايديما ده كان يقول لك العام بيغرق في ميته. فاكرينها دي؟ يبدا كده لحد ما يغرق في ميته. كان في دكتور انا ما تعرفتش بيه وما تشرفتش يعني حظي سيء اسمه اشرف رفعت. شوف انا فاكر اسمه اشرف رفعت ده ما نعرفش حاجه عنه غير ان احنا في سنه رابعه وطالعين سنه خمسه وفي سنه خمسه بناخد نسا وهناخد عند مين يا جماعه؟ هي معروف اشرف رفعت. مين اشرف رفعت ده؟ بتاع النسا. طيب جينا مره واحده في سنه خمسه لقينا الناس بتتكلم فيه. ايه يا جماعه ده؟ بيقول لك اشرف رفعت مات. لا اله الا الله. مين اشرف رفعت؟ طب ومات ازاي؟ مات موته غريبه جدا. مات باكيوت بالمونري ايديما ووقع وسط طلبته في محاضره وطلبته تخيل بقى السيكونس خدوه جريوا على القصر العيني وبقى اللي بيعمل له ريساسيتيشن كانوا طلابه من السنوات السابقه ما بين بقى الامتياز وما بين النواب وما بين يعني وتوفى هذا الرجل فالله يرحمه. لكن احنا طلعنا يعني خدنا قرار ان مش هناخد نسا ولا هنعمل حاجه غير هنسمع اشرف رفعت ده. يعني مين اشرف رفعت ده اللي احنا افتقدناه؟ عارف بقى الممنوع مرغوب يعني. وعشنا السنه دي بنسمع اشرف رفعت ونترحم عليه وخف الدم وكان راجل جميل وسنين قعد يشتغل على حس شرايطه بس الله يرحمه يعني. لكن اكيوت بالمونري دي ما تخطف تخطف يقول لك العين غرق في ميته. هو الحدث بس كان العنف بتاعه انه مات وسط طلبته يعني انتوا فاهمين يعني سيكونس كده واتشال وجري وبيه وبتاع. ربنا يحفظنا. انت مؤلمه.
وتخيل بقى من الطلبه شاطر وبليد، فتخيل ان انا بموت وانا عارف الواد ده غبي، الواد ده غبي، الواد ده مسرح، الواد ده غبي. كوزو في تسخه بقى طبيب، تخيل كوزو في تسخه بقى طبيب، ربنا يسترها. طيب قال لك ايه كلينيكال بيكتشر للديس؟ الله هي الوفاه ليها كلينيكال بيكتشر؟ اه حك لما تبقى طاير بعربيتك كده وتلاقي عربيه مقلوبه جنبك وتلاقي الناس كتر خيرهم كله ومحوط عليك اوف ويقوم مرزعين لك على الكابوت، في يا جدعان انزل. عشان كده ما نحبش نحط علامه الهلال دي خالص. في ايه؟ عربيه مقلوبه، شوف لنا دمات ولا لا. انا اشوف دمات ولا لا؟ اولا تشخيص الوفاه من اصعب ما تتخيله، انك تاخد قرار عشان تقول ده مات شيء صعب. قال لك يوماست انك تشوف الكاروتيد لو ابسنت. طبعا مع الهايبر دايناميك ستيت بتاعك انت حاسس كل حته شغاله، انتوا فاهمين؟ الجاسبنج ريسبيريشن اللي هو الجاسبنج نوستري حركه مناخيره دي وضيلت البيبي، عشان تشخص وفاه صعب، صعب فعلا. يعني لما يجي كده الحق ده جارتك اللي تحت بيصوتوا بتاع الدكتور تلاقينا خاطفينك كده ونازلين بيك تحت، في يا جماعه الحاجه ماتت ولا لسه؟ الله انا مات، تبقى واقف جنبها كده هي عامله لك كده، طب والحل؟ هو كده ماتت؟ لازم ادله، انت فاهم ولا لا؟ وتروح بقى تشوف الكاروت، تشوف بتاع. يا راجل ده انا لو انا نايم في القصر او لو انا نايم في الشغل يعني وجالي جثه ما اقدرش اقول انها متوفيه، بكتب حضر المذكور، المذكور ده مش انا، ماليش دعوه باسمه، انت اللي قلت اسمه مش انا. يرتدي كذا كذا كذا، بيجي روح كذا كذا، وجرح نفس كذا، وجرح قطع كذا. والعيان ده موجود ويوجد بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابه. وممنوع دخول المستشفى غير بعد ما وصل لنا بساعتين للتاكد من الوفاه. هو انت للدرجه دي خايف تشخص موت غلط؟ اصل حصلت. مفروض السي بي ار اولا بتتعمل على ريجيد ماتيريال، يعني ممنوع العيان يبقى نايم على سرير بسوسه كده وانا رايح اعمل له ايه السي بي ار كده وعمال اتنطط بيه بالسوسه. فبالتالي المفروض يجيب له لوح خشب احطه ورا السوركس واشتغل، يا اما اسحبه على الارض، وطبعا من اسحبه على الارض ونعمل السي بي ار فورا. السي بي ار وانت بتعمله للعيان ليه قانون، طبعا بتعمله بالبالمر سيرفيس اوف يور هاند، بتيجي على اللور بارت اوف ذا ستيرنم، بتشغل اكستندد البو، يعني مش كده كده فليكسد كده كده، يبقى اكستندد البو. بتعمل كم مره في الدقيقه؟ قال لحضرتك الريسوسيتيشن بيوصل 60 مره في الدقيقه. يعني كم مره؟ يعني اعمل في الدقيقه كم مره؟ ما ويت 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 حاضر فن مكمله بس 60. وبتعمل ماوس ماوس بريثنج كام بير مينت؟ قال لك 15. يبقى بنسبة 4 لواحد. وعلى فكرة لما بتبقى بنسبة 4 لواحد اكشوالي انت بتعمل ايه؟ 1 2 3 بصوت عالي كده 1 2 3 4 4 انت مش بتعد، انت بتدي اوردر لزميلك اعمل ماوس تو ماوس 4 يعني يلا، ما انا في 4 يلا ابدا كده نقطة راحت، لا 4 يبدا هو ماوس تو ماوس. وطبعا ماوس تو ماوس بريثنج لازم يمسك شن ولازم يعمل بروتروجن ولازم يقفل النوستريل، فلما بيقفل النوستريل العيان ينفخ في بقه. جماعه ما ينفعش ينفخ في بقه يطلع من مناخيره، احنا مش هنشيش عيان، انت فاهم المسخره دي؟ وكده مات بغباء. عشان كده تلاقي بعض الناس ما بتبقاش قادره تمسك المناخير كده فبتضطر تقفلها بدقنها، يعني بيجي انا هنا ماسك هو مناخيره في الصوره، لكن انا لو ماوس تو ماوس انا ممكن دقني اضغط بيه على مناخير العيان، ولو لقيتها بتنفس هواء انا بنفخ ادوس اكتر لو انا ايدي التانيه بتعمل حاجه. فبالتالي في تكنيك. وخد بالك وهنا كان زمان يشرحوا لنا في الفسيولوجي يقول لك تفضل تعمل لحد امتى؟ لحد ما تاخد قرار بالوفاه. يعني مفيش عايز ما ايه لحد ما ايدي تخدل، لحد ما نمل، لا. ولما تتعب بدل. يقول لك 1 2 3 4 1 2 3 4 هتتعب. فتقول له تعالى لو سمحت نبدل انا بص شويه. يعني ماوس تو ماوس يعني. اول ما بتدخل المستشفى مش هتقعد بقى ماوس تو ماوس بريثنج، هي مش لعبه الله يكرمك. وبالتالي بتبدا تريبليس بالامبو، يقول لك انبج العيان. فتبدا تقول امبو 1 2 3 4 1 2 3 4 ها؟ ونحطه على اي سي جي مونيتور. وهنا بقى الفاصله.
لما تحط على اي سي جي مونيتور عندك حاجه من اتنين، يا فنتريكولار فايبريليشن يا اما اسيستول. طبعا الاسيستول ده في الطب معناه ايه؟ ميت. لو اسيستول انترا كاردياك انجكشن اوف ادرينالين، 40 حقنه الادرينالين لك طخ يقوم ضارب ضربه الادرينالين دي، اللي بامانه لازم تشوفها في يوم من الايام، والعبد لله ما شافهاش ولا مره. لا يا فندم ده ليه ليه ليه، انا زمان قالوا لي في زمايلي عملوها، ما حدش بيعملها دي والله. لا بس انا ايام ما كنت ناجي من 20 سنه، لا انا اتعملت في حالات وحقنوا الانترا كارديال ادرينالين بس انا ما كنتش موجود، وبالتالي ما جاليش صدفه اشوفها مره يعني. طب انت حقنت ادرينالين حاجه من اتنين، يا فايبريليت يا اما نو ريسبونس. لو نو ريسبونس اوبن كاردياك مثلا، طب اركن دي افرض فايبريليت او هو اساسا فايبريليت، قال لك يبقى دي سي شوك. قال لك طب والدي سي شوك ده بستخدمه للعيان، لو فشل بحقن كالسيوم. لو فشل اوبن كاردياك مثلا، يبقى ايه هي الاوبن كاردياك مساج؟ تخيلوا ايه الاوبن كاردياك مساج؟ انك بتفتح صورك وتمسك الهارت وتعمل اوبن مساج 50 بير منت. يعني تخيل عيان داخل عليك وانت قررت ان خلاص مفيش فايده بعد الدي سي شوك وبعد الكالسيوم وبعد البدا، فجاب سكين بقى وبتاع وبدات مشرك كده تاخد كده وتطلع القلب كده تسلكه كده يا اختي جميله، وتعمله مساج قدام اهله ان شاء الله يعيش. ابوك ده على الارض قلبه هنا ان شاء الله. طبعا انا لا اجرؤ اني اعمل اوبن كاردك مساج حتى لو انا نائب كاردوثوراسيك، في امور اقف انا لا اجرؤ. كتير قالوا عملوها وسمعنا، لكن بصراحه احنا بنسمع كتير وبنشوف برضو فتي كتير، لكن انا ما صعب قوي اعمل اوبن كاردك. وعايز اقول لحضراتكم يمكن السي بي ار ان جنرال بكره هتعرفوا، اما العيان يدخل الراجل بتاع الاستقبال اولاد من اذكى الشخصيات واهم الشخصيات، عامل برافو عليك ما قطعوش تذكره. شوف ليه؟ عشان ما يتسجلش عنده. هو لا ميت. فحد يجي وكل واحد بيعمل فيها الذكر بقى وجاي مستشفى حكومه يعني. كام الكشف لا مؤاخذه؟ قال يعني. فالتاني يقول له يا عم ادخل يا عم بس انقذوا العيان الاول، اجري بسرعه. طبعا اول ما تيجي تدخل على النايب، النايب لو بيصلي اخرج من الصلاه. ما بهرجش. اخرج. لان العيان ده اللحظه اللي لو ما شفتش فيها ده اللي مات فيها. وهو كان جاي سليم. انت متخيل اللحظه دي؟ فاللحظه دي لو انت بتعمل ايه؟ اجري. والله اولاد بنبقى طالعين كده اسمعوا ده عكس اتجاه تجري في اهو اهو. طيب لقيته ميت. هنا لو لقيته ميت العين يقول لك حاول جرب. فهنا بتضطر تعمل سي بي ار، واسوأ سي بي ار تعملها وانت واخد قرار ان ده ميت. بس انت لازم تعمل شو. مع الاسف. وطبعا الشو خلاص. فهنا ايه؟ طب يا جماعه هنحاول نجرب بس اذا قضى ربنا يعني هنجرب. هات يا ابني العيان حطه هنا، عايزين واحد من اهله يقف. خد بالك انا عمري ما دخل عيان ابدا عليا الا لو العيان ميت وانا بعمل سي بي ار، لان الاداء الشوي اكيد عشانه. انتوا فاهمين دي؟ عشان يخرج يوريهم احنا عملنا ايه جوه. يقول لك الدكاتره ما اثرتش، طب هنعمل ايه؟ لكن تروح لواحد تقول له ده مات يقول لك طب ما تجرب حقنه. غباء الدنيا بيجي. الضلمه بتقفل. اقول لك مات تقول لي ما تجرب له حقنه. وما تناقشوش لانه دلوقتي شرير، فبالنسبه له مش متقبل الوضع. وبالتالي وانت بتعمل سي بي ار اتفضل تعال انت مين؟ انا ابنه. تعالى ارفع رجله، اقف رافع رجله، سي بي ار اشتغل يا رب بنتعب. تعالى يا ابني انت مين؟ انا دكتور امتياز. طب تعالى هنا وحضرتكم انا ظريف متولي. تعالى اقعد يا حبيبي. والله انا بسمع ماشي ماشي ماشي. نفسك تعمل سي بي ار صح؟ قوي يا دكتور قوي. طب تعالى اعمل ماوس تو ماوس بريسنج. انا هعمل لك كده سي بي ار وانت اعمل ماوس تو ماوس بريسنج عشان يعيش ان شاء الله. هيعيش بس اهدى شويه. قلت صوت اشتغل يا ابني ارفع بقى رجلي ارفع يلا واد بوس يلا ها دقيقتين ثلاثه كده لحد ما اخد القرار. اقول له مع الابوس احنا تعبنا هنعمل ايه؟ قضاء ربنا. طب هنعمل انا اعترض على قضاء اصل هنتضرب النهارده كلنا هنعمل قضاء. انا شايف استني بس استني. انا شايف ان ده توفى مات اكرام الميت دفنه. نلم لحمنا بسرعه ونجري ولا كاني شفتك. وخد بالك اقسم بالله هنا بقى تقلب في القوه. اقسم بالله لو سمعت صوت بره لا اقوم حاجزه في المستشفى وادخله لكم المشرحه. عارف يعني ايه يتشرح؟
لا يا دكتور احنا نلم لحمته. يلا لم لحمته، مش عايز كلمه والله. ولا اول ما يخرج تلاقي واحده جريت عليه مات، يقوم مديها بالقلم. هو ده الاخير السيناريو ده على طول. طبعا يديها بالقلم تقوم الثانيه مكتومه، يوم واخدين الراجل في التوك توك يبدا يصوته بره. ده سيناريو معروف جدا، ومع الاسف لازم تعمليه بنفس الدرجه. طب انا احفظها في المستشفى خلاص، ليه اقعد اعمل كده؟ طب ما على طول دي سي شوك او اما يجيبوا يا ستي هتقول لنا يا ابني دي سي شوك جوه. فانا اهلا وسهلا. اولا الكلام ده كله مش بيبقى في اوضه الاستقبال، اوضه الاستقبال دي كلها حراميه. ف يا ابني كلها حراميه يا ابني، السماعات بتتسرق، موبايلات بتتلقط، اقوم اجيب دي سي شوك ممنوع. الدي سي شوك جوه في اوضه الرعايه، ما في حاجه اسمها اوضه الرعايه، اوضه العنايه والتخدير جوه. لكن ما بقاش الاستقبال اللي باخد فيه الغرزه، اهل العيان ماسكين البتاع فكبوينه مكوه. انت فاهمه؟ بصوا يا اولاد عشان اقفل البرنامج اللي ناقص لي النهارده، الدي سي شوك هنفتح الشابتر من الاول وما تخافوش اللي فيه قليل. يعني حضرتك اول عنوان هنكتب تم بحمد الله. لا يا راجل افتح شيست انجن المكتوبه قدامك دي. بصوا معايا بقى، اولا لما يجي لي شيست تروما، خلينا كده بمدرسه البنات انيوميريت، فيقول لك ايه انواع التروما اللي تحصل للشيست. سيمبل فراكشر حط علامه سؤال، ده انا هشرحه. فليل شيست ده هشرحه. نيوموثوركس علامه سؤال متوقع، مش هشرحه طبعا، ولا هيموثوركس يعني. كونتيوجن مش هيتشرح اساسا، مفيش حاجه عنه، ولا لاسيريشن ولا كاردك انجري ولا دايفراجماتيك ولا اسفجال انجري. انيوميريتد تروما، وكلمني على فليل شيست، وكلمني على وكلمني على نيومو، وكلمني على هيمو. وطبعا الهيمو يقلب بعد كده امبايما، يدخل لك امبايما اند سو كوز اوف ديز دي مشروبه. ميكانيزما اوف هاو تو مانج تشيست انجري، اكتب تم بحمد الله. ده بجد خدناه؟ ده بجد؟ تعالوا بصوا كده بالصور، موجود فين؟ موجود ازاي؟ فاكرين سؤال مالتي انجرد بيشنت؟ انا اللي كاتب الكتب، فبالتالي نفس الكوبي بيست اهي، والايروي والسيرفايك، وقلنا قلبين التوب والنيوم والفليل والتنشن. اي في بي يو دي شاطبها هناك وبشربها هنا. قلت لكم جلاسكو سكيل دي مهمه قوي يا اولاد، اديها لكم ليتر اون لو فاكرين في الشرح. والاكسبوجر، وقعدنا نلعب واقول لكم اكسبوجر ومص سمك ونهزر، وخلص على كده السيرفي. ادي السكندري سيرفي. يمكن هنا مكتوب، بصوا مكتوب ديفينيتيف وارجنت سراكوتومي. ارجنت سراكوتومي دي انا هاخدها، دي مش موجوده هناك لان هناك مالتي انجرد بيشنت، لكن هنا سوركس. امتى تقرر تفتح سوركس؟ يلا نقرا دي. امتى تقرر تفتح سوركس؟ قول له سيفير بليدنج، لو عيان اكتر او اول طلع الدم منه 2 لتر. لو العيان بيكونتينيو 120 مللي كل ساعه. لو بيرزيست بليدنج، لو كلوتد هيم، لو لوكيوليتد، لو اسوشيتد انتراسراسل انجريز، تفتح سوركس؟ وتخيط الدلوع؟ تخيطها بايه؟ باي ستانلس ستيل واير، يس. من هنا دخلنا على فراكشر ريب، وتقريبا هتشوفوا ان الشابتر ده هو هيبقى اخر المحاضره، لان لما اجي اقول فراكشر ريب ايزوليتد يا فليل علمني، تعالى نتكلم. ايزوليتد، ايزوليتد دوت يا اولاد معناه كسر في ضلع واحد، كسر. طب ما حضرتك كسر في الضلع ده ايزوليتد واحد؟ طب نهدى بقى، الضلع اهو وانا كسرت، يبقى البروكن اندز ان ولا اوت؟ ان. والفيسترال انجريز كومن ولا رير؟ كومن. يبقى ده دايركت، الواد اللي يمسك واحد يتخانق معاه ويضربه في السوركس كده. طب تعالى ناخد ان دايركت، قال لك ان دايركت عربيه ماشيه على صدر العيان، يبقى التوق اتضغط عليه كده، يبقى الكسر يحصل في الانجل ولا لا؟ واوت ولا ان؟ والفيسترال انجريز شكرا. يبقى كده مقارنه اهو. طب والثالثة؟ قال لك الثالثة دي نادرة شوية. قال لك الفايلنت سنيزنج، الفايلنت ماسل كونتراكشن،
ودي بتحصل مع ناس الاولد ايج عندها سينايل اوستيوبروسيس بنلف كده ولا بتاع تلاقي العيال لما يلف كده يقوم ايه طبعا بالراحه يا حاج لاحسن يطقلك لو قلت يطقلك عرق فانت بتتكلم في هرنيا وده صح لو قلت لا يطقلك ضلع انت بتتكلم صح برضه يقول لك ده انا قعدت اعطس لقيت صدري هنا ايه ده زي ما يكون شرخ وعايز اقول لحضرتك وارد مع الاوستيوبروتيك بون دي طب وحضرتك الكلينيكال بيكتشر تروما شار بين مع البريثنج لوكالايز تندرنس يقول لك بحس بوجع هنا لما باخد نفس بس خد بالك برغم انه ايزوليتد فراكشر حاجه بسيطه الا انه وارد 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 يكون العيان معاه انفيزيما وارد يكون معاه هيموسوركس وارد يكون معاه نيوموسوركس بس انا باخده ايزوليتد يعني لوحده طب والناس دي بتعالجها ازاي فاكرين الفيرست ايد بكتبه كله وبقول له الديفينيتيف اللي هو العلاج الاساسي والارجنت سيراكوتومي زي ما خدتها برضه طب ايه الديفينيتيف قال لك فراكشر ريبز ما بنعملوش حاجه غير ان انا بحط له كورسيه يا بلاستر وبديله بين كيلر شويه نان استرويدال كده وبتاع زي فراكشر كلافيكل على فكره هتعرفوا ان ملوش جبس وعايز اقول لحضرتك على حاجه الناس بتبقى ثقافه عاليه وبرده جهله اصل احنا البيهيفير كده زعق عشان يخلص كده فتلاقي ابو الولد يقول لك يا دكتور يا دكتور هو ابني اللي عنده كسر في الكلافيكل او اللي خلينا ريب النهارده انت علاجه ايه قلت له ولا حاجه حضرتك كتبت له مرهم وكريم وهيموكلار وهحط له كرسي كده يلبس يحط بلاستر بس مش هتجبسه ده كسر في الضلوع يا ناس ده كسر في الضلوع يا نهائي ايه ده اي طب انا عايز اعمل له ايه قول 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 وانا اعمل انا تحت امرك جبسه حاضر حاضر هات يا ابني جبس ونلايط في الميه كده جبس الطبي ده ونيجي على الضلع كده نعمل كده كده مبسوط حضرتك بالجبس دول ما بتتجبس بس هو مش واخد منك ريسبكشن شويه مش واخد منك الحته دي انا النهارده اجي لزمايلي الصغننين بتيشيرت وبتاع بس ما اقدرش اروح حياتي كده هتلاقيهم الاثنين اجازتي باجي فريش شويه براحتي النهارده الاربعاء اكشوالي هروح على البيت قبل العياده هغير انسو فبالتالي لما يشوفك تيشيرت وقاعد وكمان بتعالج بنته وتقول لها خدي ده لا يا عم انت مين انت انا عايز دكتور كبير انت فاهم يبقى النهارده انا بديله عليه هو ده علاج طب يا دكتور يعني ايه فليل اي فليل دي لوحدها بقى قال لك فليل ده ان انت عندك الضلع وبص الضلع وعندك ضلع مكسور اكتر من كسر يعني ممكن كسرين في ضلع او سيفرال فراكشر في مالتيبل ريبس عيش اللحظه وحكيت لكم حاجه مره هعيدها بسرعه مره كان حد طلبها قلتها يعني ايه بارادوكسيكال ريسبيريشن وهندرم ريسبيريشن يعني ايه ده فجيت في مره قلت لكم ايه قلت لكم احنا ضلع انا ضلع كامل انا وزمايلي وبنطلع ونرجع نعمل انسبيريشن اوكسبيريشن قول له بصدن وانا انفصلت عن زمايلي ماسكين ايدينا في بعض انفصلت فلما انفصلت حصل ايه يلا يا جماعه نعمل انسبيريشن ويلا كل الجنود تطلع خطوه لقدام انا انفصلت فاتحركوا خطوه لقدام السل مجاهد معدي ولا سل فلان ولا اي حد يعني واتيفر معدي ايه يا عسكري يا جبلة الولد يا تحفه فبالتالي يا تحفه انت نعم ايه اللي مرجعك ورا يا عم انا ما رجعتش انا واقف في مكاني ثابت كله يرجع مكانه رجعوا جنبي يلا يا عم الكل اضغط لورا اعمل اكسبيريشن لما رجعوا لورا عشان يعمل اكسبيريشن انا قدام يا ابني وانت عكس عكاس يا ابني هم يطلعوا قدام وانت تيجي ورا انا ما جيتش يا ابني ده هم يرجعوا ورا وانت تيجي قدام يا جدعان انا ثابت والله العظيم انا ثابت ده هم اللي بيتحركوا فانتوا شفتوني انا اللي برقص وبقيت انا اللي اسمي فليل عشان كده بارادوكسيكال ريسبيريشن عكس عكاس الحركه انا بعمله بس انا فهمتكم انا ما بعملش حاجه اللي جايه محتاج برضو حته فهم التريكه كده منكم عشان نخلصها المشاوره فين بصوا لو انا دخلت بجد ادي لانج وده الثوراسيك كيج اللي انا وانتوا قلنا ان السيجمنت ده هو اللي مفصول فيه
ماشي يا اولاد؟ يلا تعالوا كده بقى عيشوا معايا. يلا نعمل اكسجينيشن، هندخل O2. عايزين نعمل اكسجينيشن، يبقى المفروض اللنج بتعمل ايه؟ انفليشن، يبقى بتخرج لبره، يعني ده بيخرج لبره وده كمان بره، صح كده؟ طيب يبقى نمسح دول واجي للاحمر ده او عامله كده اهي واعمل كده اهي، صح؟ عشان يبقى السيجمنت ده الوحيد اللي منع خروجها. طبعا الناحيه الثانيه كله ايه؟ اذا هنا نيجاتيف بريشر، وهنا ما ينفعش يبقى نيجاتيف بريشر زي هنا، لان في جزء منها كومبريست، فبقى يعني ريلاتيف هنقول زيرو، وبالتالي نيجاتيف زيرو اعلى، وبالتالي يبدا الاكسجينيشن وهو نازل يكتشف حاجه، يكتشف انه بيروح للنيجاتيف، لكن هنا في مشكله. طيب هنا في سي او 2 ولا لا؟ فالنيجاتيف ده يقوم واخد الاكسجين ويقوم واخد مين كمان؟ لان هنا الضغط اعلى، فيبدا السي او 2 يجي من الديزيز سايد يروح لمين؟ للنورمال سايد، للساوند، النورمال اسمها الساوند، للساوند لانج. يبقى النهارده سي او 2 راحت للساوند لانج. طب ممكن نعكس؟ يلا نعمل اكسبايريشن، هتلاقي اللانج بتكولابس وكل الثوراكس داخل لجوه وبوزيتيف بريشر، وحضرتك النهارده سي او 2 بيخرج. تعالى بقى لدي، هتلاقي دي معموله كده، كل اللانج هنا بتكولابس، بس السيجمنت ده هو الوحيد اللي طالع لبره، فبقت اللانج كلها مضغوط عليها الا حته، فده بقى نيجاتيف بريشر بالنسبه للبوزيتيف، قول زيرو. طب ما حضرتك البوزيتيف ضغطه اعلى، طب والسي او 2 هو جاي يخرج يقوم يروح فين؟ حلاوه. يبقى النهارده انا نفسي تعيش اللحظه دي، انا بتنفس هواء اكسجين يقوم يغلس مع سي او 2، ده غير ان الاكسجين ما بيدخلش هنا. طب عملت اكسبايريشن، تلاقي كولابس يخرج السي او 2 يقوم شويه سي او 2 راجعين هنا، بقى سي او 2 رايح جاي، فرايح جاي بيسموه بندولم، الاسم زي بندوله، سي او 2 رايح سي او 2 راجع، سي او 2 رايح سي او 2 بلس. ودي انتوا فاهمينها بقى، ان الميديا ستاينر هاي بريشر لو وبتاع يفضل رايح جاي فيحصل ميديا ستاينر فلاتر. التلات كلمات دول لازم تفهمهم، بارادوكسيكال ريسبيريشن عكس عكاس، بندوله السي او 2، والثالثه ميديا ستاينر فلاتر. كده انا خلصت، انا خلصت الحصه وخلصت اليوم بالمناسبه، تعالوا نعمل سبوت ونشوف هنمشي ازاي. حضرتك انت كاتب بعد كده الكلينيكال بيكتشر، اكيد في ديزنيا، اكيد في سيانوزس، اكيد في ريستليسنس. يعني ايه يا جماعه ريستليسنس؟ يعني عم مش قادر. طب اديكم معنى، معنى صغير، عيان واخد ستاب ووند في الشيست وكسرانه ضلعين على اليمين، وعامله له خرم هنا على اليمين وحضرتك نيمته، تنيمه على جنبه اليمين اللي فيه الحادثه ولا الشمال عشان تعرف تكسبوز الووند؟ تنيمه ازاي؟ على اليمين، انيمه على الناحيه اللي اتخبط فيها. طب ما انا لما ينقع على الناحيه اللي اتخبط فيها، طب انا اقف اعمل ايه بقى؟ يعني هو نام يا بابا على الناحيه المخبوطه، ان شاء الله لحد ما يجي دكتور نام بقى. هو طبعا انا في مأزق، انا اولا لو نايمته، انتوا اولا بتتكلموا صح، وعلى فكره انا ما بنيموش دي، هو العيال نايمها، هو مش فاهم طب، بس هو جرب كل البوزيشن، لا هو ده احسن وضع، لان بالعقل انا دلوقتي شغال عندي الرئه الشمال او ما نام عليها، طبعا لو جه امتياز ميزه زوز 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 لذيذه، هو مش فاهم حاجه فيها يا جماعه، عارف الواد بقى يعني ايه، يعني وحش الجراحه نازل يعني فيها يا جدعان، وهو مثلا مقبول بمرتبه شرف يعني فيها يا جدعان، ده واد مضروب مطوه في البدايه، وريني هذه المطوه، وريني العيان يبدا يروح، لا ما توريني يا ابني، طبعا الثاني دكتور، طب اهو انت عايز ايه؟ نام، وريني الناحيه اللي اتخبطت فيها، يقوم الواد نام على ايه؟ صدره السليم. اول ما ينام على صدره السليم وانت عمال تدعبس بالارتري وتدخل في الخرم كده وما اعرفش بتعمل ايه بالظبط، يعني العيان بيتخانق وبيزرق وبيبدا هنا بقى الريستليسنس والامبريسمنت، ويزقك ويبدا بعنف بقى، بعنف البلطجي يعني، ويقوم ايه ده، ويقوم عادل نفسه معكوس الناحيه الثانيه مع الاله اللي محطوطه بتاع، تبدا تتنرفز فيها بني ادم، فيها والله مشغله، وتقوم قلع الباب وتلاقي خناقه في الاستقبال. ايه يا ابني ده؟ غلط. اي خناقه تحصل في الاستقبال ما بهزرش، اقلع البلط قلت لكم 100 مره، واجري مع اهل العيان اضرب في الدكاتره، انت فاهم ولا لا؟
داهيه. تقوم ليه النهارده؟ فبالتالي بقينا زي ما انت. طب انت بتعمل ايه؟ هو انا يعني انيمه على جنبه اليمين الشمال منيم الصباين، وهو نايم صباين ابدا اتعامل مع الوند واحط له اكسجينيشن، ولو حبيت انيمه على حتى اللونج الديزي اللي نورمال مع الاكسجينيشن اقدر اشتغل. طيب حضرتك كاتب لي فيرست ايد قديمه وارجنس راكوتومي قديمه، الفليل بتعمل له ايه؟ لو كان سمول بحط حته قطن، ولو كان لارج اسال سؤال صغير قوي لحبايبي بقى، هو العيان مشكلته في اللي انا حكيته دخول الاكسجين ولا خروج السي او 2؟ خروج سي او 2. لا دخول الاكسجين، لان خروج السي او 2 سي او 2 ده حيالة رايح جاي، لكن انا عايز اكسجين، اديني اكسجين. يعني انا جيت للعادي وقلت لكم ايه يا جماعه، انتوا دلوقتي اتحبس عليكم قصه، مشكلتك في دخول اكسجين وخروج سي او 2، انا ممكن احل لك حاجه. هتقول اديني اكسجين يا عم وموتني بعد كده بالسي او 2. طب ما انا ممكن اعمل حركه صغيره قوي، ان العيان لما احط له اكسجين ماسك اظبط الجهاز بتاعي على اي بي 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 انترميتنت بوزيتيف بريشر بريثنج. الانترميتنت بوزيتيف بريثنج الاول ما احط العيان اكسجين، اول ما يعمل انسبيريشن ياخد هواء تحت ضغط عالي. خد بالك انا واقف اهو، كله يطلع خطوه لقدام عشان الهواء داخل، هم مخرجين انا مكسور، انا مره واحده الاقي الهواء داخل بضغط جامد قوي قام زهقني وانس زقني لقدام. انا حاجات كتيره جدا حصلت، انا خلاص النيجاتيف بريشر اكتمل، والنهارده سي او 2 ما حصلوش الاوسيليشن، والميديستينال فلاتر ما بقتش بتحصل. طب ما حضرتك لما نيجي نرجع لورا باسف، طب والعيان اتنفس تاني يبقى كاني حكمت على هذا الفليل اني ازقه عشان اقدر ادخل اكسجين. يبقى اذا لو كان جزء سيجمنت كبير حط الاي بي 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 وانا هعيشه عليه على طول قبل ما اعمل له كوركشن وقبل ما ادخل واخيطه. يبقى النهارده علاجك هو الانترميتنت بافر بريشر، وعلى فكره ده احدى اسباب نيوموثوراكس، صح ولا لا؟ من ناحيه ثانيه لان الاكسجين اللي انت بتاخده مع الهاي بريشر ده يفرقع لك بوله في الناحيه الثانيه، ده بجد. حضرتك نيوموثوراكس سؤال نظري مهم جدا، طبعا اخواننا البطن عارفينه كويس. معانا سؤال اسمه الهيموثوراكس، حط علامه سؤال. ومعانا سؤال امبايما، عارفين يعني ايه امبايما؟ كوليكشن اوف باس. طب ايه الفرق بين اكيوت وكرونيك امبايما؟ الامبايما كرونيك اسمها امبايما ثوراسي الزق. ايه الفرق بين اكيوت وكرونيك امبايما؟ مين يجاوب يا جدعان؟ ده بطنه لونج اكسبانشن. مع مين؟ جدع صح. الكرونيك انك لو شلت الباص اللونج كان نوت اكسباند صح، ده الامبايما. طب وبعد الموضوعين دول اكيوت وكرونيك، الكاردياك اريست حطينا عليه علامه سؤال تحريري، وبدانا ندخل شابتر اسمه بوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن. الشابتر ده فيه ايه؟ ورقه واحد اسمها بوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن حط عليه علامه سؤال، لم ياتي من قبل بس دي علامه سؤال. فهمني العنوان، في عنوان جالكوا قبل كده اسمه بوست اوبراتيف ووند انفكشن، ده بوست اوبراتيف شيست انفكشن. بوست اوبراتيف شيست انفكشن يعني العيان خرج من العمليه صدر وحش. ليه؟ عشان تهدوا كده الورقه دي هقراها دلوقتي، فوت الورقه دي. حضرتك تايبس اوف كومبليكيشنز، تعالوا لي. لانج كولابس، لانج اتليكس زي ما يعني دي معلوماتنا عموما. بص بقى معايا النص صفحه دي هتتشطب خلاص، اللي هي موجوده يعني هاخد ورقه ونص كده. تايبس اوف كومبليكيشنز، برونكيتس صح مش اتليكسس، انا اتلخبطت مع دي بقى فبقول لك مش دي اللانج صح. بص بقى معايا، عد بقى بسم الله. بالمونري كولابس حط عليه علامه سؤال، اللي هي لانج اتليكسس. حضرتك لونج ابسس او سبراتيف لونج ديزيز حط عليه علامه سؤال، حاجه بتشبهنا بالبرين ابسس. حضرتك بالمونري امبوليزم سؤال متوقع. حضرتك برونكوجينيك كارسينوما سؤال متوقع، طبعا دي كتير قوي 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 لما احمد زكي مات بقى بالبرونكوجينيك كارسينوما.
الشابتر عندي خلص. انا هقرا الورقه ونطلع على الاسئله. دلوقتي انا الورقه اللي موجوده عندك اسمها بوست اوبراتيف شيست انفيكشن. يعني ايه الورقه دي؟ ايه اللي يخلي العيان يخرج من عمليه عنده شيست ديزيز؟ بسم الله. بري اوبراتيف، اصل ده اكستريمز اوف ايج. يعني ايه اكستريمز اوف ايج؟ يعني حضرتك عيل قوي صغير قوي عنده برونكايتس، عنده ديهايدريشن. اللي بعده، طب ايه الاسباب اللي في العمليه خلت الواد يجيله شيست انفيكشن؟ خد اتروبين كتير، واحنا اتفقنا اتروبين مهم بس ما تزودش. خد اتروبين كتير، قال لك انهاليشن اوف بلاد او فوميتس، كل ده عمل شيست انفيكشن. برولونجد انكونشسنس، لازم اشفط يا راجل. تروما تو ذا تراكيو برونكيال تري، ده التروما دي تحصل اساسا بايه؟ بالتيوب. نوع العمليه ثوراسيك او ابر ابدومين، ابدومينال ديستنشن، الواد جاله ايلياس. انهيبيشن اوف كاف ريفلكس، يعني ايه انهيبيشن اوف كاف ريفلكس؟ يعني انا عنده برين، فلما بيجي يكح عنده فوري ماتيريال، مش قادر اكح، لان عشان اكح الوجع بيسمع فاقوم ما اكحش. عشان كده مادي بين كيلر كويس عشان اخلي العيان لو عايز يكح يكح ما يتألمش. ايه ده؟ كل دي اسباب تعمل شيست انفكشن في العمليه. يا راجل ده باسو فيسيولوجي بيقول لك جمله، بيقول لك تعرف ان كفاءه اللنج بتوصل الربع وهو متخدر؟ امال لو عن كفاءه اللنج بتاعته ربع يبقى هو متخدر كفاءته كام؟ شاطر. طب يا ابني انتوا شطار، انا في عيال ضلمه بشتغل تحت، يبقى صفر، لان هو بيشتغل بالربع. لما يبقى بقى ربع يبقى كده الربع راح، يبقى كده صفر. انت فاهم يا عيال؟ يعني انتوا يا ابني انتوا مميزين يا ابني، بس ما تتغرش. طيب انت تمنع ازاي؟ طبعا لوك اللكاكه، لان ده كوميونتي. ارجع تاني لاصل الاسباب، وقف دخان يا عم الحاج، بريزنج اكسرسايز. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، قانون اي عمليه بتتعمل في الحكومه ممنوع منك عمليه الا ما تبطل دخان 3 شهور. انت عندك ايه؟ عندي افتاء. بطل دخان 3 اشهر وتعالى. عم يقول لك انا موت بالفت، انا ما انا بداهيه. طب تعالى انا نايم وعايز اشتغل ولا بتاع، ولا عندي واد نايم كده جدع مستجدعه عايز اشغله. يا حاج انت بتدخن سجاير؟ اخر سيجاره قبل ما اسلم عليك، كتك القرف. طب عموما لما يسالك بتاع التدخين بتاع التخدير، قول له انا مبطل سجاير من 4 شهور، ندخل نعمل العمليه يخرج بجسم انفكشن. انتوا بقى مين؟ يعني برضه هتحور بنحور، يعني حاجه غريبه يعني. فعشان كده لازم بجد نوقف سجاير. بريزنج اكسرسايز، تخيل لو رحت العيان كده هتعمل له عمليه وقلت له انا جايب لك كيس فاكهه فاضي، اقعد انفخ فيه ببقك واشفط منه، هيغير الدكتور فورا. صح ولا انا غلطان؟ يقول لك علاج اول مره اشوفه ده، احنا جايين نلعب هنا ولا ايه؟ ففي كلام علمي ما مشيش مع زبايننا. طيب اثناء العمليه شويه نصايح. يا دكتور تخدير، نعم. تجنب العين ازرق، حاضر. تجنب اكسس اتروبنايزيشن، حاضر. ما تديش ناركوتكس ديب، حاضر. عشان كده اقول لكم على حركه، اخر غرزه باخدها ده بجد دكتور التخدير بيتعمد انه يكون خلص التخدير، يقول لك لان انا عايز اخر غرزه. عشان كده بتيجي تاخد خلاص اخر غرزة. والله كده اخر غرزه ده اللي فوقه، فالعام فاق معايا خلاص، فهو محتاج بينفول ستيمولس. فعشان كده يقول لك يخلي اخر غرزه وهو بيفوق، تقوم مديها له تلاقي العام فاق خلاص، فاق تسلم الايد ووصلت كده خلاص. انت فاهم؟ يعني يا سعاده الباشا عندنا الامراض. طيب يا ريت نصايح للجراح. انا ليه النصايح؟ انا انصحني، انا وش انصحني. قال لك تجنب الراف مانيبيليشن، معاك حق، لازم كده تكون لطيفه. ما ينفعش يا جماعه ادخل دخله الفيل كده، انت فاهم ولا لا؟ ينفع؟ فبالتالي لازم اكون راجل كده، ايه اعمل الشوكه والسكينه كده، طلعنا الزايده نرجع السيكه، لكن ما اطلعش مصارين العين كلها عشان بدور على ميكل. اطلع ده كله فين انا؟ ده الناس فاكره الكوليكتومي،
لما بنشيل كولون اللي هو السن والترانسفيرسوس اللي احنا بنبقى جراحين يا جماعه واخدينه على ريتنا كده وخارجين من العمليات، انت فاهم ولا لا؟ مش الكلام ده، مش كلام ده راجل دكتور. ازاي ده انت لما بتيجي تراجع المصارين في البطن؟ والله يا ولاد ما بترجعش كده كفته كده، لا ده انت بتعمل مشهد لو شفتوه مش هتصدقه. الاكسبلوريشن باجي بيدي الاثنين بمسك بطن العيان وارفعها لفوق وهزها عشان الانتستين تنزل بطبيعتها. شوف انا خايف من الالياس ازاي. لا وبعد ما اخرج بعد ده كله اقول لك انا بقرف من الجبنه يعني. انديوبرولونجيشن دي اتقالت لي كتير بصراحه بصراحه بصراحه. دكاتره تخدير كتير يجوا من وراك وكده خلص اقول له حاضر، لان بطبيعتي كوائل الفلاني اللي بدرس لو جالي ضيفه ولا ضيف وانا شغال بقى شايفه بابا ده اهو الليجمنت هنا فين دوك هنا بابا هنا وبعد كده اهو ده بقى بنشد الغرزه. بص ممكن اعملها كده بس كده لا كده افضل. فطبعا تلاقي كل ده ايه فيبدا الدكتور التخدير عايز خلص فيجي بقى من ورا الولد عشان ما احرجوه خلص. لان ده اند يوبرولونجيشن انت بتطول على الفاضي ليه؟ روح اشرح له بعدين بس خلص. دلوقتي مع عصر الموبايلات وبتاع وبتسجله وبتاع حاجات زي كده وببقى قبلها شارح لك وبخلص عمليتي وبعد كده بنروح نتفرج عليها سوا وندردش. خلى فعلا ان البرونجيشن اللي ملوش داعي لازم اوفره. ده حقيقه يا اولاد بامانه يعني. طيب بندش ما اروحش بقى اعمل عمليه بقى لصدر ست ولا بتاعهم جايب البلاستر ايه تبقى خارجه مش قادره تنفس وهي ايه قدامك اسبوع يا حاجه انت فاهم؟ ما انت عامل مصيبه. قلت له الشيست انفكشن جالها ليه؟ مش عارف الكح. ايه اللي انت معامله ده؟ انت تعرف ان حتى البلاستر ليه قانون؟ ده انت لو عايز تلف البلاستر يقول لك ايه خد من الميد لاين للميد لاين من هنا لورا لكن ما تعملش اكتر من كده. ولو هتعمله كله تعالى بالمشره تقص الميد لاين يبقى انت عامل بلاستر بس عشان عن الاكسبانشن يفضل موجود. تايت سترابنج بوست اوبراتيف افويد السيديشن بوشرال درينج كوركت دي هايدريشن. لو في اي سيكريشن شفطها قبل ما تقوموا بصوا للاسئله. تعال نبدا ولاد يا جد بنات تعالوا بصوا يا اولادنا يا شبابنا عندنا نيومو سوركس. بصوا هلعب ازاي. نيومو 2007 تنشن نيومو 2015 ما بهزرش. وعايز اقول لحضراتكم على حاجه اي موضوع بطنه انا سبته لو حابين في الاخر خالص اقعد معاكم ساعه كده اقعد احكي لكم يعني ايه مبايم يعني ايه تنشن يعني ايه مش عارف ايه انا ويلكم اشرح لكم سيجي لو عايزين انتوا فاهمين اي شيء من دول. لكن انا سايبه ليه؟ لان اكشوال هي موضوعات بطنه واكشوال يا اطفال يا كرينيوس كلام من ده. بص نكمل يا شباب. سي بي ار خدناها كومبليكيشن اوف فراكشر ريبز خدناها تروماتيك هيمو يا جماعه الهيمو نيوم اقول لك على حاجه توفر لك وقت. الهيمو والنيومو والإمبايما والسي بي ار والبرونكوجينيك كارسينوما. بص مرتين اهو عارف يبقى ناقص لك مين؟ ناقص لك برونكوجينيك كارسينوما اللانج ابسس وال ال ال والكولابس. ادي الولاد 100 100 يا ريس. تعالوا بقى عند البنات. البنات ايه؟ هي دي صح؟ هي دي نيوموسوركس ماشي. اقرا دي. Discuss the expected sequelae of heavy blunt trauma to the base of the left side chest. طبعا left side chest بناخدهم كلهم. يعني اللي مش هيكتب diaphragm مش هيكتب esophagus مش هيكتب فليل لانج كارديو سي. طيب bronchiectasis اهي دي مش في الكتاب. انا كنت بسال زميلتك هيكتب bronchiectasis ده بطنه امتى؟ فاذا انا بحط دايره. ليه بحط دايره؟ عشان اما اقابلكم في الفاينل وان شاء الله لما نيجي في امتحان المراجعه العملي كده ونتقابل كده تكونوا بامر الله بتضحكوا مبسوطين ما تجيش واحد تقول لي ايه جابوا لنا برونكيتسز انا ما شرحتهاش بس انا النهارده حطيت عليها دايره وقلت جت قبل كده وده هوم ورك عليكي يبقى اذا اصبح الموضوع منتهي. لما تيجي السنه دي انتهى تيجي ما تجيش ليه؟ فاهمين اللي بقوله؟ ايوه يا ماما بقى وانت ايه عندي جراحه اساسا؟ البرونكيتسز مش عندي بس في نقطه لو مواضيع ثانيه عندي لا ذاكريها من عندي. يعني نيموسوركس طب معلش استحمي انا اللي بعتذر حته صغيره بس اثبت لك اثبات صغير.
بص يا فندم عشان دي امانه بس الله يكرمكم يعني. هنيجي مثلا يوم صورك. شوفي اوبن يوم صورك. انتوا عارفين ان يوم صورك ثلاث انواع، سيمبل شويه هوا جوه فرقعه بقول لك كده كونسرفتيف تريتمنت، او ده السيمبل، او الاوبن ان الفتحه موجوده بتقلوا انتري وبت ايه واكزيت واكزيت. خد بالك من اللي هقوله، ركزوا في اللي هقوله. قال لك طبعا التنشن انتوا عارفين انه فالفلا وبيدخل وما بيخرجش. انا عارف انكم وحوش، بس انا برد عليكي في نقطه، ان لما يجي لي سؤال اوبن يو سورس نيمو سورس امبوسيبل ان انا طالب منك هيكتب اللي مكتوب ده، انا بقول لك استحاله. اسمع كده، اسمع كلام ما تقوليش خدته بطنه. حضرتك لما الهواء بيدخل، يا فندم مع الاوبن، مش الهواء ده لما بيدخل بيدخل البلورة ويضغط على اللنج؟ قال لي قلت له يعني انا لما بتنفس هواء، او بلاش دي نمشي لاخر اثنين واحد، يعني وانا بفتح الصوركس بتاعي عشان اخد هواء اللنج بتبقى ضغطت لجوه بالهواء اللي جاي لها من بره، صح؟ ولما بعمل اكسبيريشن، مش انت لسه بتقول بالبيرميت ان واكزيت، يبقى وانا بعمل اكسبيريشن كله بالكولابس، بس الهواء اللي خارج من هنا خلى اللنج يحصل لها ساكشن على بره. يعني اللنج لها حركه بارادوكسيكال موجوده. طب اسمع دي، باخد اكسجين، اكسجين راح للنورمال، الديزيزد راحت اتضغطت باكسجين داخل عليها في البلورة، لما ضغط عليها خلى ضغطها عالي، ضغطها عالي مع الضغط القليل سي او 2 راحت رايحه للديزيزد. جيت اعمل اكسبيريشن، حضرتك ضغطت دي سي او 2 بيخرج، بس في سي او 2 بيخرج من الخرطوم كمان. اول ما سي او 2 اللي بيخرج من البلوره ديت راح عمل اكسس اكسبانشن لللنج، قام خلى سي او 2 يروح اوسيليشن بندوله وكمان ميدياستاينال فلاتر. انت اخرك كنت هتكتب ميدياستاينال فلاتر، مش هتكتب كلمه ميدياستاينال فلاتر. فالثلاث معاني دول يا اولاد هتلاقوا مثلا انا عندي في الجراحه مش موجوده بطنه، وما تقوليش قالوا لكم بطنه ما اعتقدش. شوف يبقى لما يجي لك نيموسوركس وتكتبيها بطنه، طب فين البارادوكسيكال وفين الكلام ده؟ لا يا جماعه، ودي بس على فكره يعني اذروايز شغال. طب اكمل عشان نروح. في ايه كمان؟ برونكيكتيز من الواضح ان هم مصرين عليها. برونكوجينيك كارسينوما اللي جت للطلبه. نيموسوركس. تعالوا نقرا دي. عيان عنده انجري بستاب نايف ان ليفت سوركس في الفيفث سبيس. How to discuss structure should be injured. الانيوميريشن اللي في الاول. برونكوجينيك. تعالي دي مثلا indication of tracheal intubation. امتى تقرر تعمل tracheal intubation؟ لو الشابتر ما هي بصي هي الاثنين موجوده فيهم، بس هي مكتوبه حاجه هنا برضو اللي هي airway control. اي مثلا بصي يعني endotracheal intube امتى indicated؟ لو في ابنيا inhalation مش عارف ماكسيلو فيشل يعني. طب نرجع حضرتك نيوموسوركس نفس الكلام، يبقى بتسيل قوي كتير possible sequelae about left side suppurative lung disease او جابوا لكم lung برونكوجينيك كارسينوما رجعت تاني ستاب ووند اي سينك سو. انا كده خلصت. ثانك يو. شكرا. لا عفوا حبيبتي.